ابنتي العزيزة، متى ستستفيقين؟ جميعنا ننتظر ذلك، انظري. هذه البطاقة أرسلتها لك كيسي. كيسي؟ سأنتقم من هذه الحمقاء. كم مرة قلت لك ألا تستخدمي هذه الكلمات؟ عزيزتي، لقد استرجعت صحتك. كفاك، توقفي، أنا لا أحب هذا العناق. ابنتي المسكينة، لقد قلقت عليك جدا، لم أنم طوال هذه الليالي. إذا ستقلقينني الآن. ما الذي حدث؟ كيف وصلت إلى هنا؟ كله بسبب كيسي. فتيات فلنبدأ. واو. هي سنكون دائماً الأول. نحن أفضل منكم. نحن الأصعب. نحن دائماً ننجح دائماً. واو. أنتم يا فتيات رائعات جداً. نعم نعم، نحن نعلم. إيفا، أنت رائعة كالعادة. أوي، أنت تقول ذلك فقط لأني صديقتك. إيفا، أريد أن أتحدث معك. إذن هيا بنا. كيسي، ماذا تريدين؟ إيفا، خذيني إلى الفريق. ماذا؟ أنت؟ نعم، وماذا في ذلك؟ إنه حلمي. كيسي، أنا آسفة، لن أخذ شخصاً مثلك أبداً. لكن لماذا؟ نعم، لأنك أنت تقصين مثل الحطب. فتيات، نواصل التدريب. لنعمل دعامة. تعالوا. أيضا لا، سترين يا إيفا، لن أكون مشجعة فحسب، بل سأصبح أيضا قائدا لهذا الفريق. عزيزتي، هل أنت بخير؟ إيفا، ها نحن، هل تعرفين علينا؟ لكن سأنتقم منها. ابنتي الغالية، اهدئي. أين ملابسي؟ أنا آسفة، لم أكن أعلم أنك ستستفيقين من الغيبوبة اليوم. لكن كيف سأخرج من هنا هكذا؟ إلى أين سوف تذهبين؟ استلقي واكتسبي قوتك. لا، الرغبة في الانتقام أقوى. كيسي، انتبهي. لكن كنت في غيبوبة لفترة عام. واو، لقد تغيرت الأمور كثيرا هنا. وهذه الملصقات الجديدة. الملصقات الموجودة على الخزائن ليست كذلك. وبشكل عام الجدران بلون مختلف. إذن المشجعون بقوا هنا. ما مدى صعوبة الأمر؟ ماذا تفعلين؟ أعطيك الفرصة لإيجاد وضعية مثالية. لماذا؟ أنا ألتقط صور سيلفي. سيلفي؟ اعتقدت أنك تريد التقاط صورة في مظهر عصري. مظهر عصري؟ أنت ترتدين الموضة القديمة، ماذا بك؟ أنت لا تفهم أي شيء، هذا هو قميص التقيل العصري للغاية. أوه، انظر للناس. مرحبا صديقتي. واو، مرحبا، لقد رجعت. ألم تنتظريني؟ انتبهي، لديك شيء ملون هنا. ابتعدي عني كما تريدين. ما هذا؟ هل هذه مسكرة؟ يا إلهي، لن ينظف. واو، رائع، سنكون دائما الأول. نحن أفضل منكم. نحن الأصعب. دائما لدينا النجاح. لكن فتيات. نعم، وهذا هراء. لم نرى بعضنا طويلا، وهذا عار. ماذا أنتم؟ هذه أنا، إيفا. وماذا؟ وذاك، أنا كابتن فريقكم أنتم. لدينا كابتن آخر الآن. أجل، فتك كل شيء. كيف؟ كيف يمكن أن تستبدلوني؟ أنا الأفضل، أنا صديقتكم.
آسفة، لكننا نصدق فقط الأشخاص المشهورين والعصريين. لقد انسحبت من فريقنا. وما هذا؟ ألو؟ لماذا لا تردين بسرعة على مكالماتي؟ لأني في المدرسة. من ذلك الذي يضحك على ابنتي؟ ودعا أمي، ما الذي يتحدث عنه؟ إن الفتاة التي لديها مثل هذا الهاتف لا يمكن أن تكون كابتن. نعم نعم، وصديقة لنا أيضا. إنه في الواقع آخر جهاز آيفون. لمن؟ للديناصورات؟ يجب أن يكون كابتن الفريق مواكبا للموضة. وليست مثلك، تأخرت عن حياتنا. لم أكن أتوقع أن تكون لست سعداء برؤيتي. وما الذي نسعد به؟ لقد تخيلتي. لا أفهم، سأذهب للبحث عن كريس. أنت يا صديقي، على الأقل أنت تفرحني. أنت هنا؟ إيفا، مرحبا. وماذا، لم تشتق لي؟ كريس، هل أنت جنيت؟ يجب أن أحل الواجبات. علي أن أخبرك أن لدي شخصا آخر. فتاة أخرى؟ كابتن فريق آخر؟ فهمت، لقد اتفقتم. فهمت، لقد اتفقتم على مزحة. لا، آسف، لا يمكننا أن نكون معا بعد الآن. وكيف يمكن هذا؟ نسيت وشومنا؟ وماذا في ذلك؟ لدي نفس الوشم، هذا لا يعني شيئا. إذن أنت أحمق. أنت لم تكوني كاملة فقط. مرحبا صديقي. كيف؟ أنت وصفته بأنه وسيم؟ لعلي لا أسمع. فلنذهب لمكتبنا. يا إلهي، أنا بحاجة إلى تهدئة. إذن خذي هذا وتناولي بعيدا عن الأنظار. فو، يا له من مقرف، هل لديه رائحة؟ لم تكن هنا منذ طويلا، هذا غريب. الآن سوف تأتي ابنتي وسأطعمها بهذا. أو لا، ربما حدث شيء لإيفا. أمي، لا أعلم ما يحصل. اهدئي اهدئي يا ابنتي. بالأمس عشت حياة رائعة، لكنها اليوم ليست كذلك. نعم نعم، أنا أفهم الأمر جيدا. لقد أصيب العالم بالجنون، فأنا ليس لدي صديق ولم أعد كابتن الفريق. إيفا، كنت أريد أن أخبرك بشيء. حتى الموسيقى التي أحبها أصبحت غير شعبية الآن. لقد كنت في غيبوبة لسنة. ماذا؟ لقد حاولت حقا أن أخبرك. لكن كيف يمكنك وأنا أفكر ما الذي حدث؟ ولكن لا بأس في ذلك. لا شيء مخيف، أنا لم أعد مشهورة، أحتاج إلى استعادة حياتي القديمة. لكن ماذا عن العشاء؟ وإذا هذا مثل الجرح الحقيقي. الآن علينا فقط انتظار كريس. إيفا، لديك جرح في كوعك. دعني وشأني. هل تحتاجين مساعدة؟ قلت لك لا داعي لهذا، اتركني وشأني، أنا في انتظار كريس. حسنا، أعتذر. أي كم هذا مؤلم. كريس، لقد كسرت كوعي بسببك. ماذا؟ كيف لي أن أعرف أنك واقفة هنا؟ هيا ساعدني بسرعة. لا تستمع إلى تلك الحمقاء. أترى إنه مجرد حمرة شفاه؟ ليس صحيحا، أنا أتألم. دعنا نذهب من هنا كريس، أترك هذه الخبيثة تعاني وحدها. إيفا، لم أتوقع هذا منك. هاي الدجاجة، لقد دمرت كل شيء، وأنت حطمت قلبي يا كريس. واو، ياي، سنكون دائما الأول. نحن أفضل منكم، نحن الأصعب، نحن دائما جاهزين. وهل هي كابتنهم الآن؟ وعموما لماذا أتيت إلى هنا؟ أريال، إليس، عيدوني إلى الفريق، لا تغزوا نفسكما بهذا.
إنها تدمر الفريق بأكمله. من الأفضل أن تسكتي في حال لا تكي سيئة. هاي احذري، ارفع يديك. كيسي تحظى بشعبية كبيرة الآن. نعم، إنها أكثر الفتيات شهرة في المدرسة. كل ما لديها من أشياء عصرية. يا فتيات، أفضل مجموعة دعم. الآن سأعرضها في الإنستغرام وأصبح مشهورة فورا. لقد بدأنا تيك توك منذ وقت طويل. فتيات دعونا نظهر كيف يتم ذلك. كما تري إنه من المألوف الآن. هل هذا نوع من الزخرفة؟ وما هذا لديك معلق؟ سماعات. واو، لم أرى هذه الأسلاك منذ مدة طويلة. يا للهول، ابحث على الأقل في جوجل ما هو شائع الآن. حقا ليس من المألوف مع الأسلاك. لا شيء، الآن سيكونون الأكثر إشاعة. لكن كيف الاستماع إلى الموسيقى الآن؟ حسنا، لكي تكونوا أفضل مشجعات عليكم أن تكونوا دائماً في حالة جيدة. ولكننا نحن نتدرب كل يوم. هذا لا يكفي، يجب إلى الالتزام بنظامنا الغذائي. فوه، ما هذا؟ إنه غداء. يا إلهي، أردت حقاً شيئاً من الحلوى. لا للحلوى، تناول. كيف؟ لذيذ؟ جداً. وما هذا؟ هل هي شوكولاتة؟ لا. كيسي، سامحينا، نحن لسنا مستعدين للنظام الغذائي. ستصبحون بدون أمل وستكونون متأخرين مثل إيما. الآن سوف أضحك على هذه الكابتن. أنا لم أرى شيئاً. إن الحفلة التي أقامتها الأسبوع الماضي كيسي كانت الأفضل. نعم، هذا صحيح. بالطبع، أنا أعلم أنني رائعة بدونك. كيسي، الفأر. أبعدوا عني. كيسي. يا لها من مقالب قديمة. كانت والدتي تمزح هكذا. إيفا، لماذا تفعلين هذا؟ أنا أعجبتني. ولماذا عادت إلى هنا؟ إذن ما هي أفضل طريقة لترتيبها؟ ماذا تفعلي؟ أنت أنا أحاول كتابة دعوة لحضور حفلة. لماذا؟ كيف لماذا؟ للحصول على المتعة، إعادة الشعبية لي. لماذا؟ ماذا تفعلين؟ ولماذا ولماذا؟ أريد هذا وكل شيء، لا تتدخلي. حفلة على غرار لعبة الحبار؟ رائعة جداً. وهو بالفعل بعيد المنال، أليس كذلك؟ هل تريد مساعدتي؟ ألم أنام هذا العام؟ أنت؟ وكيف أنت يمكنك مساعدتي؟ إذن سأخبرك بما هو عصري، وبشكل عام إنه أكثر مطعماً. حسناً، لا توجد خيارات أخرى. وعموماً، هل يكون عندك أوقات مرحة؟ نعم، عندما أنظر إلى العناكب. أنت غريبة جداً. هاهاها
كريس، اليوم رأيت بلوزة من المجموعة الجديدة، اندهشت فورا. كريس، وما الذي تنظر إليه؟ لا شيء عزيزتي، لكنني رأيت ذلك. هل تختار لي هدية؟ دعني ألقي نظرة. لن تفعلي، إنه سر. قلت دعني أن أرى إلى ما كنت تنظر إليه وتبتسم. ليس هذا ما تعتقدينه. ماذا؟ إنها هي؟ كنت تشاهد مقاطع الفيديو مع إيفا؟ نعم، اعتقدت أنني سأتذكر. لكن لا تقول أنك ما زلت تحبها. لا، أنا أهتم بك فقط، كل هذا في الماضي. هذا صحيح، إنها على الطراز القديم. وأيضا أحذف جميع مقاطع الفيديو. نعم عزيزتي، أنت محقة، انتهيت. إذن ما هي اتجاهات الحفلات الآن؟ أقترح القيام بذلك بأسلوب تيك توك. وكيف ذلك؟ سيفعلون ما يفعلونه دائما، تصوير مقاطع الفيديو الخاصة بهم وشروب الكوكتيلات والرقص. ومدى يناسب؟ صدقيني، إذا كانت هناك هدية للشخص الذي يجمع أكبر عدد من الإعجابات لمقطع الفيديو فيكونوا مندهشين. أنت تعرفين كل شيء في هذا. أجل، أنا يهمني كل شيء. ولكن لماذا لست مشهورة؟ أنا لا أحتاج ذلك، أنا هكذا أستمتع. أوه، كريس، كريس، كريس. توقف، اتركيني، دعيني أذهب. لقد كنا معا لفترة طويلة، أنت عزيزي. والآن لا. أنت لا تشتاق أبدا؟ لا، اذهبي لتلك المسكينة هناك. لكن هي ليست ضعيفة. من الضعيف؟ أنا الضعيف؟ الضعيف من يدفع بالفتاة. نعم، سأريك الآن، يعني أستطيع أن أثبت لك أنني قوي. نتحدى بالذراع؟ مع فتاة. خائف من أن تخسر؟ ها، لنبدأ. ومن يجب علي أن أشجع؟ هيا بنا نخرج، دعيه يفكر على تصرفه. أجل، إلهي، لماذا يحصل هذا؟ هنا أفضل متجر للحفلات. أوه، رائع، كم من الأشياء الرائعة ظهرت هذا العام. واو، أكواب جميلة، وهي الأفضل. لا شك، سأخذهم. كيف ستدفعين؟ من خلال الوجه. أوه، دفع شخصيا؟ إذن اسمحي لي، أنا الأجمل. أوه فتيات، أنتما هنا. أوه زاك، مرحبا. هل تستعدان للحفلة؟ أجل، تعال اليوم لإيفا مساء. إلهي، لم يدعني أحد قبل لحفلة. إذن بتأكيد ستأتي. حسنا، سأذهب للاستعداد. أنت غريب جدا، لماذا أتيت إلى هنا؟ أنا هنا لأشاهد فقط. زاك، رباط حذائك فلت. إلهي، زاك، شكرا لك. واو، إذن أنا ما زلت مشهورة. أمسكي، لم أقصد. أوي، شكرا للمساعدة. حفلة لطيفة. أجل، إذا أنا هنا فإن الحفلة جيدة. اسمي نيت. وأنا سيندي. آي، أنت قوية، يمكننا الذهاب؟ لماذا؟ أنا أستمتع هنا. لماذا؟ أنت رائعة، لنتعرف على بعضنا. أنت غريب. حسنا. نيت، ماذا؟ هذا على الطراز القديم، لكن اتصل به. والآن أحتاج لدعم صديقتي.
أولئك الذين يعتقدون أنها طراز قديم لا يفهمون الموضة. يا إلهي، الحفلة فقط رائعة. نعم، أحب ذلك. كم مرة طلبت منكما ألا تأكل الحلويات؟ يا إلهي، إذا دعينا نرتاح. وعموما هذا أفضل بكثير مما كان في حفلتك. أجل، أكلنا فقط الفواكه والخضروات. ماذا؟ لكما هذا أفضل؟ إذن كيف أنا لكم يا فتيات؟ واو، هل اشتريتي ملابس جديدة؟ وهاتف وسماعات، أنا أتطلع من جديد. رائع إيفا، أنت رائعة. إنه لأمر مؤسف أنكم الآن سعداء برؤيتي. بالنسبة لي لا شيء غير طبيعي. وإذا كنت عصرية جدا الآن فربما ستعودين إلى فريقنا. نعم نعم، سيكون ذلك رائعا. انظري، نحن حتى في الحفلة بالزي الرسمي. لأننا نحن الأفضل. هل جننتم تماما؟ أنا ما زلت هنا وأنا ساعدتكم في أن تصبحوا مشهورين. كيسي، لقد سئلنا من قواعدك وأنت أيضا. إذا ستعودين؟ يا إلهي، لم يأتي كريس. لا أعرف، أريد أن أفكر. يا إلهي، لم يأتي كريس، لم أره في أي مكان. أوه، إيفا، بحث في كل مكان. أجل، وأنا خرجت لأستنشق الهواء النقي. أريد الحديث إليك. فقط ليس الآن. ولكن هذه هي اللحظة المناسبة. أجل أجل أجل، كنت أفكر كيف أخبرك. نعم، أنا أستمع إليك. لم تكن لدي الشجاعة و... إذن ماذا أردت أن تخبرني؟ إيفا، أنت بالنسبة لي... ماذا تفعل؟ يا فتى، هل لديك مشاكل؟ آسف. كريس، لقد كنت في انتظارك لوقت طويل. إيفا، أنت جميلة مجددا. من جديد؟ عصرية، بالتأكيد ستصبحين مشهورة مرة أخرى. كريس، أتمنى أنها لم ترى. ماذا تفعلان هنا إذن وحدكما؟ ها؟ كنا نتحدث فقط. حقا حقا، إذا اكتشفت أنك إيفا تتدخل بصديقي أو حياتي ستكون نهايتك، فهمتي؟ والآن كريس، نحن ذاهبون إلى المنزل حالا. حسنا. يا له من معتوه، كيف لم ألاحظ هذا قبلا؟ ماذا يا إيفا، بعد طويلة؟ لا، بقي القليل. أن هؤلاء في انتظارك يريدون معرفة ما إذا كنت ستعود إلى الفريق. إذا كانوا يريدون مني أن أعود فدعيهم ينتظرون. إذن سأخبر هؤلاء الأغبياء بذلك. هل تعتقدين أنها ستوافق على العودة؟ هذا كان حلمها دائما. انظري. إذن كيف تجدون شعري؟ واو، رائع. أنت قمت بتصفيفة الشعر هذه؟ هذه ليست تسريحة الشعر، هذا كريم شعر خاص، لأن الاتجاه الآن هو لشعر مثالي. حقا؟ نعم نعم، لقد سمعت ذلك أيضا. إذن كنتما ستكونان الأفضل، فهذا أمر لا بد منه. إيفا، أنت رائعة لجميع الاتجاهات، أنت تعرفين. هل فكرتي؟ هل ستعودين لفريقنا؟ ربما، لكن بشرط واحد فقط. تسأل ماذا تريدين؟ يجب أن يكون شعرك هكذا. بخلاف ذلك لا أريد أن أكون في فريق به خاسرون من غير الاتجاه العصري. لكن كيف يمكننا أن نفعل الشيء نفسه؟ وما زال عندي لكما الاثنتان كريم للشعر هذا. واو، نحن سعداء فقط. وكيف طريقة الاستخدام؟ كلها مكتوبة هناك، ألا تقرأان؟ سنفعل ذلك غدا. شكرا لك. إني أشعر بالخوف. لماذا؟ ماذا لم ينجح الأمر ولا تكون إيفا في الفريق معنا؟ يا إلهي، أنا خائف أيضا. أنتما هنا، أنا في انتظاركم في التدريب وهم يلعبون هنا. نحن لا نلعب هنا. وما هذا الذي في أيديكم؟ هذا كريم الشعر لكي يكون مثالي. ماذا؟ كيف يمكنكم ما؟ أنا الأكثر عصرية، فقط معي ستصبح مشهورتان. سأفعل كل شيء لأكون في الفريق. يا إلهي، لم يبقى لدينا شيء. رائع أنك اتصلت.
سيندي، أتعرفين؟ لم أقابل فتيات رائعة مثلك. ولماذا أنا مميزة هكذا؟ أنت غريبة نوعا ما، لكن في الحقيقة أنت حساسة جدا ولطيفة. خذي هذا لك. ألم تعجبك؟ هذه أفضل هدية تلقيتها في حياتي. لكن كيف تعرف أنني أحب العناكب؟ لأننا متشابهان جدا. نيت، هل يمكنني أن أريك مجموعة العنكبوتية؟ سيندي، لا أطيق الانتظار حتى يأتي مصمم الأزياء. سيكون ممتع جدا. انظري ماذا حدث لي بسببك. ماذا؟ كيسي؟ حتى لم أكن أعتقد أنك تستعملين هذا الكريم للشعر. اتضح أنه أفضل مما أردنا. وأردت منا أن يكون شعرنا هكذا. إذن من يقع اللوم على أنكم تقعون في كيسي؟ اهدئي، البسي هذا. يا فتيات، دعونا نخرج من هنا. كانت هذه فكرة رائعة، شكرا لك. صديقتي، كل ما تريدين. زاك، زاك. ما هذا؟ زاك، لقد كنت غبية جدا حتى لم ألاحظ. لا، ماذا؟ أنت ذكية. أدركت أخيرا أني أريد أن أكون سعيدة لا مشهورة. أنا سعيد لسمع ذلك. وصداقتنا هل كانت صدفة؟ لا، أنا معجبة بك. هل أنا أحلم؟ الآن كل شيء سيكون مختلفا. أعدك. من هذا؟ أنا الخائف. عزيزتي، أنت بخير؟ حسناً. أين أنت؟ أنا. أنت هنا. هنا الجميع ينتظرك. ماذا تفعل؟ إيه، كفى. من ناداك؟ حقيقة. أنت غريب جدا، لماذا أتيت إلى هنا؟ لا أريد. زاك، إنها أمي. أنت تقول هذا لي لأنني صديقتك. هكذا إذن. إيفا، هذا نحن. أنا آسف، لكن لا يمكن أن نتقابل بعد الآن. لماذا؟